مو قنين اخويا اصدر هذا كلشي واجد تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا لا السواح كان السلعه كان عندي ياسات ملاح واجدين تبارك الله السلام عليكم الاخوان يوم الخوت كنتواجدوا بسوق قريع عبد الله البيضاء كنحاولوا الخوت نوصلوا لكم الصوره حتى المنازل ديالكم ما تبخلوش علينا الخوت بواحد زر لايك وشاركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الخوت كل جديد رحنا كنبدلوا الخوت واحد المجهود كبير باش نوصلوا لكم الخوت الصوره حتى المنازل ديالكم وتابعوا معايا جميع المفاجآت بسوق قريع. السلام عليكم الخوت كاين هذا الميستو ما شاء الله الله يبارك كيف ما كتشوفوا الخوت في الصوره كاين هذا الاخ حسن السلام عليكم خويا حسن هذا الميسو هذا رجع سبي في كلام مالاقا عنده شي عام وسبع شهور في كلام زوين بالنسبه للنميره 06 51 73 94 19 واللي بغاه راه عندي كلامه كيف ما كتسمعوا الخوت اللي بغى الخوت راه عنده الفيديوهات ديالو واحد الجزائر تا هو عنده بداله وحده اللهم بارك تا هو مكلم عندي الفيديو ديالو هذا هو جدير الخوض اللي قال لنا الاخ حسن خويا عزيز هذا هو الجدار اللي قلت لك اخويا عزيز عنده بداله وحده اللهم بارك راه مكلم في كلام ويداني يلا خارج من البداله واللي بغاه اخويا مرحبا 06 51 73 94 19 النميرة ديال الاخ حسن الخوت راه هي هادي اللي بغاها الخوت يتصل بالاخ حسن وتابعوا معايا كاينين الخوت هاد النتاوي ما شاء الله الله يبارك الخوت راه في المستوى راه عندهم الخوت عامين هاد النتيوات هادو راه مبدلين الخوت في الفولير بالنسبه للثمن الخوت كيقول فيهم الاخ الكريم كيقول فيهم الخوت 200 درهم كيف ما كتشوفوا ما شاء الله الله يبارك نتيوات في المستوى اللي بغى يخدم الخوت راه عندهم عامين مبدلين الخوت في الفولير بالنسبه للثمن دائما كيبقى 200 درهم نحاولوا الخوت نوصل لكم الصوره حتى المنازل ونتعرفوا على جميع الطيور والاثمنه بسوق قريعه بالدار البيضاء السلام عليكم خويا رشيد بخير الاخ رشيد صاحب قناه رشيد محب الطيور مغربي مرحبا الف مرحبا كي داير مع الولاعة اخويا رشيد كلشي بخير اش عندك اخو اش عندك اليوم اخويا رشيد كاين القفوزه القفوزه مرحبا انا الاخوان قفوزه خدمه زوينه بالنسبه لهذا اخويا رشيد شحال كتبيع روكو اييه هادو هما مفيرنين ما والو بريت انت اييه كاين دابا الروكو هو لون بحال هكا وهذا الليطر لا يطر هذا الليطر بحال هكا اياك ديال السوق حتى هو الليطر هادو كيخدموا به هادو ديال السوق وداك الشيء هذا الروكو 250 بوحدو غالي شويه خويا رشيد واحد الفكره خويا علاش ما كديرش لهم بلاصه ديال القرعه ديال الشرابيه ديال مالاقا مزيان ملي شفتي القرعه ديال مالاقا اييه انا عندي واحد الفوبيا من هذيك القرعه ما كنتحملش انت يعني بالنسبه لك انتايا بالنسبه لي انا كل شغل واحد اولا كانت قتلت لي طير هذه الاولى وديك الساعه قتلت لي طير اول مره غنستعملها استعملتها في الغاله هي اصلا دابا ملي بنادم كيدير القرعه لداخل اييه اش كيطرى الطير كيبقى عاشو كيلو في البوراس كيتلاح في الريش يعني هذاك الماء كيتوسخ كتعفن كتعفن فعلا كدير الشرابه هنا على برا كتاخذ شرابه ترونسبار وميديكال راه كاينه كدير 5 دراهم اييه كتستعمل هنا خاصك دو جور على الاقل خاصك تبدل الماء كاينه
دابا ديك القرعه ملي كدير لداخل حتى دابا مثلا دابا وقت غير الريش ولا وقت البرد ولا الطير فيني دابا خارج دير لي تروز ديال الفندق خاصك ديما تبقى تحيد الفرخ يوميا خاصك يعني تغسل ديك الشرابه خاصك تبقى تحل بعدا كتمشي يدك كتسريسي الطير كديرونجي تخبط كاين واحد الثاني السيوف هاكا على المشكل الاول يعني ديك مالك ما خدامه انت دابا دير قفوزه فيهم هذيك البلاصه ديال الشرابه اللي بغى يديرها مرحبا الف مرحبا كل واحد والطريقه ديالو يعني ديال التربيه ديال الطير ديالو انا دابا ملي كنصيب دابا مثلا القفوزه اللي قال لي ديرها لي غنديرها لي مرحبا صاب هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا قلت لي الثمن ديالو شحال هذا وهذا 150 درهم هذا وهذا 150 درهم هذا راه العبار ديال مالك اييه مرحبا وهذا كبير هذا هذا كبير هذا كيما شفتي هذا بالنسبه للحداد ياك كيدار فيه تجدر ياك شي جدر مقنين شي جدر كديرو فيه دير فيه حداد ميسو مرحبا هي هضر فيه 34 الثمن ديالو شحال؟ الثمن 250 250 درهم الاخوان اللي بغى شي حاجه من هاد القفيزات يتواصل مع الاخ رشيد وندوزو عند الاخ مشكير السلام عليكم خويا العزيز كيدير مزيان هاني مرحبا الف مرحبا خويا هاد الاخ راه يعني قديم في هاد الصناعه ديال هاد الشكيره هادو راه كيف ما كتشوفوا راه فيهم احجام وفيهم يعني اشكال كاين اللي فيهم الشبكه لقدام وكاين اللي فيهم الميكا يعني بلاستيك لقدام بالنسبه للاثمنه يعني بالنسبه للصغير الصاك الصغير شحال كيدير من 15 درهم حتى 40 درهم يعني حتى 40 درهم واللي بغى شي حاجه مثلا بغي مثلا خارج خارج الدار البيضاء مثلا لبريزون مرحبا النميره ديالك 06 06 00 29 56 56 شكرا خويا تحياتي بارك الله فيك الاخ رشيد عطينا النميره ديالك 06 06 62 23 72 85 اللي بغى شي حاجه الاخوان مرحبا والف مرحبا وتحياتي لكم وشكرا الله يحفظك الله يخطيكم امين كاين هاد القرعة الخوت راه ولد العام كيف ما كتشوفوا الخوت في الصورة كيقول فيها الخوت الاخ الكريم كيقول فيه 600 درهم ما شاء الله الله يبارك الخوت كيف ما كتشوفوا في الصورة طالب فيه 600 درهم الاخ الكريم كيف ما كتشوفوا الخوت راه حتى هادو الخوت راهم انتيوات حتى هما الخوت يعني مبدلين حتى هما في الفوليار دائما كيف ما كنقول لكم الخوت يعني راه من البيع والشراء يعني البيع والشراء يعني الاثمنه تختلف على حساب الخوت الطائر وعلى حساب البنيه ديال الطائر حتى هاد الطيور الخوت يعني الاثمنه الخوت يعني مختلفه ما بين الاثمنه اللي شفنا يعني في الفيديو يعني اللي فات اللي قبل من هذا يعني الاخ الكريم يعني كيقول فيهم 200 درهم يعني ضاربين عامين مبدلين في الفوليار بالنسبه لحتى هادو الخوت الاثمنه ديالهم 150 درهم حتى هما الخوت راه مبدلين في الفوليار هاد النتيوات هادو نتاوي الخوت هادو مبدلين في الفوليار الثمن ديالهم 150 درهم صافي يا عزيز نتيو خرج منهم Para depois.